السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي ندير معكم واحد فيديو خفيف. المقادير ديالو موجودة، ديما موجودة في الدار. نتمنى من الله هذا الفيديو ينال إعجابكم. غادي نديرو الكغاطان بالكفتة والبطاطا الفرماج. عندي هنايا الكفته، الكفته دابا ما مبعبوغراش، قياس نص كيلو ديال الكفته. عندي هنايا القزبر مقطع، عندي هنا الفلفله حمراء، الابزار، الخرقوم، الكمون، فرماج مازال ما حكيتوش، غنحكوه. عندي هنا نص ديال الثومه، حبه ديال البصله، جوج مطيشات مزيودات اللي نزينو بهم اللي بغاهم ياكلهم اللي كيعجبو الحر. عندي هنا جوج بطاطات مقطعين، تقطع ديال القلي اللي غادي نقليو الفريت، ما مسلوقه ما والو، عاديه. الملحه على حسب الذوق. نحيدو الكفته باش غادي نديرو نشرملو البطاطا، نصوبو لاصوص ديال البطاطا. نحكو الثومه، الطريقه اللي كنصوب بها الكغاطان كتجي زوينه. ديالي انا نتمنى ما تعجبكم. نديرو الملحه، غادي نحكو هاد البصيله، هاد المطيشة نديرو صغار ربيع، باش تجينا هاد البطاطا نسمى بالبصلة والثومة. نديرو هاد المطيشة، نحكوها تهيا. خلطناهم، خلطنا التوابل وهاد الشي اللي حكيناه. هاد البطاطا كتجي لذيذة، غادي نديرها في هاد اللاطه هادي ديال الكغاطان. نديرو شويه ديال الزيت، نديرو شويه على حسب الكفته حتى هي فيها الميدان ديالها.
غادي نجيبو الكفته نديروها كويرات، نرميوها عليها هكا من الفوق. تنغطيو هاد البطاطا باش هاد الكفته غتعطي البنه للبطاطا، حتى هي فيها البصله فيها التوابل ديالها. كندير الكويرات عشوائيا، ما كنديروش واش كبيره ولا صغيره، عادي خصنا غير تجينا مغطيه لنا البطاطا كلها. نديرو فرماج ديالنا فوق الكفتة، نزيدو نحكو عليها شوية. نديرو هاد المزيودات، دابا غادي نديرو الكغاطان ديالنا، درناها طايب، دابا غادي نديرو معاها نرفقو هاد الشلاضة ديال الفكوز، غادي نديرو قليل من الزعتر، قليل من الخل، أي خل كان عندكم، سكر سنيده على حسب الذوق. عندي هنا كيلو ديال الفكوز، وهذا غادي ندوزو نحكوه، اللي بغى يخدمو في حكو كديرو دوزو في الحكاكة، وكاين بعدا عفوا نقصو منو بواحد هاد الخضورية ديالو هكا، نخليوش فيه القشرة ديالو نقصو منها شوية، نقصنا لنا القشره ديالو شويه حتى المذاق ديالو كيجي زوين. غنحيدو هاش كلها، نحيدو غير منها غادي نحكو. اللي بغا يدوزو في المونينيك السخير، عندي الحكاكة انا كتخرج هاد سميتو غليظ، احسن ندوزو في طراب كهربائي خير.
الزريعه ديالو رقيقه، كتكون زريعه غليظه شويه كنحيدها. دابا غادي نديرو الصوص ديالنا ديال الحمار. متقلوش عليها، نديرو شويه ديال الماء باش تقدر تحمى هادشي. الصوص ديالنا هو هذا، غادي نزيدو نطحنو الشي لي بقالنا. السلطه ديالنا هي هذه ديال الفكوس، حنا وجدناها. غراتان ديالنا هي هذه، هي واجده، جات رائعه. نتمنى من الله هذا الفيديو ينال اعجابكم، ولا عجبكم تابوناو معنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.